الأهلي في ورطة قبل السوبر الإفريقي وقرار جريء من كولر، وتفاصيل فرصة الزمالك الأخيرة لحسم صفقة بوبنزا. أنا سارة محسن وهقول لكم الخلاصة. مبدئياً كده ما تصدقش اللي بيقولك إن بوبنزا أكيد جاي الزمالك، ولا اللي بيقولك برضو إن بوبنزا مش جاي الزمالك، لأن الموضوع معقد جداً. وعايزة أقول لكم إن الزمالك في وقتنا ده بيعمل محاولة أخيرة لإقناع اللاعب إنه يلتزم بالتعاقد مع النادي، وإنه يجي القاهرة وينفذ التعاقد اللي متفق عليه. ولو فشلت المحاولة دي، الزمالك هيلجأ للتصعيد ضد اللاعب عن طريق اللجوء طبعاً للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية الكاس، وده عشان الزمالك يحافظ على حقوقه ويطالب بتعويض مالي يوصل ل 2 مليون دولار، يعني ما يقرب من 100 مليون جنيه. الموضوع بدأ طبعاً بأن الزمالك تفاوض مع بوبنزا وهو لاعب حر بعد نهاية العقد بتاعه مع سنسناتي الأمريكي، واللاعب بعت توقيعه إلكترونياً وبطاقته الدولية فعلاً وصلت للاتحاد المصري لكرة القدم، وده معناه أن اللاعب أصبح من حق نادي الزمالك. لكن للأسف في صراع بين وكلاء اللاعب علشان كل وكيل عايز ياخد مكسب، بس في واحد بقى من وكلاء اللاعب بلغ بوبنزا ان الطريق الوحيد هو تنفيذ التعاقد مع الزمالك عشان ما يتعرضش لعقوبات. نروح بقى للنادي الأهلي اللي فيه حالة من القلق للأسف بتسيطر على مارسيل كولر، المدير الفني اللي قرر عدم المجازفة بأي لاعب خلال مباراتي جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا، وده بسبب مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، وإنه عايز إن اللعيبة تكون جاهزة تماماً لمباراة الزمالك. طبعاً كلنا عارفين إن إمام عاشور خرج من معسكر المنتخب بسبب الإصابة، وكولر بيفكر إن اللاعب ما يشاركش في ماتش الذهاب على الأقل في كينيا أمام جورماهيا، وده عشان اللاعب يستعيد عافيته بالكامل عشان يكون جاهز لمباراة الزمالك. ونفس الكلام بقى بينطبق على المغربي أشرف داري اللي تعرض لالتواء في الكاحل قبل مباراة المغرب وليسوتو، واللي عرفناه من والد اللاعب إن هو هيحتاج من 4 لـ5 أيام، من بعدها ينتظم بقى في التدريبات الجماعية، وبالتالي مش صعب جدا إنه يلحق بمباراة الذهاب في كينيا، بس هيتم تجهيزه لمباراة العودة عشان يبقى جاهز لمباراة الزمالك في السوبر الإفريقي. أما الإصابة الثالثة المفاجأة كانت لعمر كمال عبد الواحد اللي تعرض لكدمة قوية في عضلة الفخذ، وبينتظر كولر التقرير الطبي للاعب عشان يتحدد مدة غيابه، لكن المؤكد إن كولر مش هيغامر بيه في رحلة كينيا على أمل إن اللاعب يكون جاهز لمباراة السوبر قدام الزمالك. طبعا بنتمنى التوفيق للأهلي والزمالك في كل البطولات الإفريقية ونسيطر على أفريقيا زي ما بنعمل دايما. كده أنا قلت لحضراتكم الخلاصة. السؤال بقى، في رأيك مين أفضل صفقة في الأهلي والزمالك لحد دلوقتي، ومين من الصفقات دي تتوقع إنه يتألق في مباراة السوبر؟